ولا تذكر النساء الدورة السابقة في هذا الشريط. أنا جد فرحانة لأنني فرصة باش نكون متواجدة مع الفنانات الممثلات المغربيات. وبالنسبة لي كنظن هذا التشجيع مهم لأن كيجعلهم دائما عندهم واحد الوزن ديالهم في داخل الوطن. وكنتمنى إن شاء الله نشوفوا أفلام جديدة ويكونوا ممثلات مختلفات ويكونوا دائما على الصعيد الوطني وخارج المغرب. صباح الخير. شنو كلمة تقدري تقولي لجريدة أصوات؟ جريدة أصوات شكرا لأن التواجد ديالهم شخص متميز. كل فنانة ما تيخليوهاش بالضروري تيوقفوا حداها وتيحاولوا يعملوا معاها واحد الاستجواب وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للفنانة. صباح الخير. ميرسي بوكو.